مبروك البراءة. الو، ايوه محي، معلش انا اسف ان انا بكلمك في وقت متاخر، او ممكن تكون نمت او حاجه، بس انا بعتلك دلوقتي صوره على الواتساب لو سمحت تشوفها. طب ثانيه واحده اشوفها. ده مين اللي بيبارك لك ده؟ معرفه قديمه، تاخدش في بالك. سلمى، انت بتتاكدي اذا كانت الورقه حقيقيه؟ يعني من ساعة ما رجعت امبارح وانت ما بتتكلمش. عادي يا صفاء. عادي يا صفاء؟ هو ده بقى العادي بتاعك؟ ما قلتليش يعني ايه اللي تم بينك وبين بنت عمك؟ كل حاجة كانت على يدك، وانت اكيد ما بطلتيش ودوده مع ولا من ساعة ما جيت. ايوه، يعني قلت لها ايه؟ هي قالت لك ايه؟ قلت لها الحمد لله على السلامة، وتفضلي خدي فلوس عشان اخواتك مش طايقين يشوفوا وشك. انت بتزعقلي كده ليه؟ ما علشان كل حاجة انت كنت حاضرة فيها من الأول، وانت اللي خلصت لها الورق في البنك مع رفعت جوز علا. بلغي الهوانم اخواتها وجوازهم ان كل واحد خايف على مصلحته، اقفلوا سيره سلمى خالص. كفايه اللي جرالها. كفايه اللي جرالها؟ وانت شايف نفسك بتتكلم ازاي؟ مش دي سلمى اللي عملت لكم فضيحه مش عارفين تخلصوا منها لغايه دلوقتي؟ لا، وكمان مستغرب ان انا بسالك مالك متغير ليه؟ هو الباشا حن للحب القديم ولا ايه؟ لا حنيت ولا ايه، لا سيبيني في حالي الله يخليك. حاضر يا محي، هسيبك في حالك، بس لما اعرف هتقول ايه لاخواتك. لما ابقى قابلهم، لما ابقى قابلهم. اتفضلي يا صاحبي، شوفي كنت بتعملي ايه وسيبيني عشان عندي شغل. حاضر.